في سؤال مهم جدا سألته أسماء، بتقول إزاي بتحفظي مواعيد البيض والفأس والذبح بتاعت الزغاليل؟ في طريقتين بستخدمهم. أول طريقة إن أنا بسجل في أجندة أو كراسة أو مجموعة من الورق زي اللي أنا كاتباه، وبقسم الورق رقم السلاكة، تاريخ أول بيضة، تاني بيضة، تاريخ الفأس، الملاحظات لو أنا حابة أضيف معلومة أو حاجة في خانة الملاحظات. هنا بقى أنا مخلية كل عين عندي في السلاكة برقم، فمثلا رقم واحد حصة أول حصويتين بكتب رقم السلاكة اللي هي واحد، وبعد كده ده رقم اتنين لو هي اللي باضت بحط رقم اتنين وبكتب التاريخ أول بيضة وتاني بيضة. والملاحظات دي لو أنا مثلا خط بيض من رقم واحد عشان أحضنه في رقم اتنين، او مثلا في بيض باظ فبحطه في خانة الملاحظات. تاني حاجة ممكن اسجل بيها ان انا بشتري بيان الاسعار، ده عبارة عن استيكر بيتباع في المكتبات واقدر اسجل عليه تاريخ اول بيضة، بيبقى معروف ان تاني بيضة بتفوت يوم وبعدين بتحصي او بتبيض البيضة التانية، فكده بعرف التواريخ بالظبط. بالنسبة لمعاد الذبح قصادي برضو طريقتين، لما بيكسي كده الريش الزغلول كده خلاص زود على الذبح، يا إما إن أنا بحسب من فأس البيضة 35 يوم، ما بين 30 ل 35 يوم بيبقى الزغلول يعني ممكن يتاكل. ومهم ان انا اسجل التواريخ دي لان احيانا بتحصل كبس للبيض، يعني بيعدي على 18 و19 يوم وممكن الزغلول يموت جوه البيضة، لازم اباشر خلاص بعرف ان في 17 يوم بيبتدي ينقر معايا البيضة واني الزغلول قرب يعني يطلع.